نغير الريشة، نركب السكروب. طبعا هذا معروف، يعني هو برغي وريشة دريل نفس الوقت. الحين انا بسوي له واحدة هنا، يعني ما يشوه المنظر، يعتبر مرع هذا في حالة ان بغينا نركب المغسلة اي مكان، هذا بيكون مخفي، يعني ما ابغي اخرب المغسلة من فوق. هذا بس كاحتياط اساس ان المغسلة ما تطلع برا، يعني مع ان ما تطلع لكن يعني مثل ما قلنا احتياط. ما تحرك، واحد يكفيه. تصوير عن قرب، طبعا هذا ورق الاشجار. والحين عندنا مهب، تابعوني وشكرا.